أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نناقش فيها خطورة استغلال ميليشيا الحوثي للمراكز الصيفية في التعبئة على الكراهية والعنف والمفاهيم المتطرفة وتجنيد صغار السن للقتال في صفوفها. حذر مسؤولون حكوميون وأولياء أمور من حملات استقطاب للأطفال تنفذها ميليشيا الحوثي عبر المراكز الصيفية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويشكل افتتاح الميليشيا لمراكز صيفية تهديدا خطيرا تتحول معه هذه المراكز إلى محاضن لصنع وإعداد مقاتلين أطفال يساقون إلى الجبهات بقناعة أيديولوجية بعد تعبئتهم بمفاهيم تجعل منهم أدوات طائفية. في المقابل تحضر تساؤلات عن غياب دور الشرعية في التصدي لهذه المنهجية التي تؤزم الحاضر وتهدد المستقبل. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: خطورة استهداف الأطفال بمراكز صيفية طائفية، ولماذا تغيب الشرعية عن هذه المعركة الخطيرة، وما هو المستقبل في ضوء هذا التوجه الطائفي؟ قبل النقاش مع ضيوفي الأعزاء نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. منذ الخطوات الأولى لانقلاب ميليشيا الحوثي كان التطييف الهدف الأهم في مسيرتهم لفرض ثقافة الكراهية والعنف والتعصب المذهبي. في كل عطلة تفتح سلطات الانقلاب مراكز صيفية يسهل من خلالها استدراج الطلاب إلى الجبهات، يتلقى فيها المستهدفون دورات تعبوية طائفية من شأنها صنع جيل مشوه ثقافيا وعقائديا. تحرص الميليشيا أن تجعل من هذه المراكز الصيفية مصانع لتصدير مقاتلين مؤدلجين كوقود لمشروعها التدميري في اليمن. يمكن القول إن أخطر الآثار التي يمكن أن تخلفها مسيرة الحوثي الانقلابية هي العمليات الممنهجة لتطييف التربية والتعليم عبر لجان حوثية متخصصة تدربت على ذلك في مراكز شيعية في لبنان وإيران. بالمقابل يبرز التساؤل عن دور الحكومة الشرعية للتصدي لهذه الموجة الخطيرة التي تستهدف المستقبل وتهدد التعايش السلمي ووحدة النسيج اليمني. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، كما وأرحب بضيوفي من اسطنبول وكيل وزارة الثقافة زايد جابر، وأيضا من الهند مستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور مصطفى عبد الرحيم. أهلا بكم ضيوفي، وأبدأ من وكيل وزارة الثقافة الأستاذ زايد جابر. أهلا بك معنا أستاذ زايد. نتحدث يعني كل يوم عن الحرب الميدانية والمواجهات العسكرية التي تشنها الميليشيا على اليمنيين، لكن هنالك معركة أخرى تخوضها الميليشيا منفردة وبصمت، هي التجيش الطائفي والمذهبي. يعني ما أثر المباشر أو الأثر المباشر لهذه الظاهرة؟ الحقيقة يعني هذه ربما الأخطر، وهي الوقود الذي يغذي المعركة الميدانية بالنسبة للحركة الحوثية. هذه الحركة يعني هي حركة عنصرية سلالية إيديولوجية، وهي بحاجة إلى يعني ضخ مزيد من الشباب والجيل الجديد والمغرر بهم إلى جبهات القتال، وبالتالي هي حريصة على استبقاء هذا يعني النمط والتجييش من أجل أن تستمر بدفع الناس إلى هذه المحارق، وهي تسابق الزمن لإخراج جيل مؤمن بهذه العقيدة السلالية العنصرية المتطرفة. والحقيقة هي منذ أن بدأت بهذه الفكرة ثم توسعت الخطورة، الآن أنها تستخدم إمكانات الدولة ومؤسسات الدولة والتربية والتعليم والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام الحكومية التي تسيطر عليها وكل شيء، يعني بما في ذلك حتى المساجد يعني تستخدمها بشكل فج في نشر خطابات قائد الميليشيا عبد الملك الحوثي وغيرها من وسائل التحريض. هناك عمل مكثف خلال السنوات الماضية في كل مناحي الحياة، ويعني هذا خطورة كبيرة على السلم الاجتماعي والوعي المجتمعي ويعني التعايش مستقبلا.
نعم، ابقى معي أستاذ زايد. أنتقل إليك ضيفي من الهند الدكتور مصطفى عبد الرحيم. أهلا بك معي سيد مصطفى. أنتم في الحكومة الشرعية، أين أنتم يعني من هذه المواجهة الطائفية؟ شكرا لك ولضيفك ولكافة المشاهدين قناة بلقيس الرائعة. هذه المراكز أختي الكريمة، هذه المراكز ثم نستطيع أن نطلق عليها أوكار ومصائد لتنصب من قبل هذه الميليشيات لاصطياد أطفال اليمن. هذه الحركة من قبل الحوثي، هذه العصابة الجرامية دمرت الماضي اليمن وتدمر الحاضر وسوف تدمر بهذه الإجراءات وبهذا الأسلوب، تدمر أيضا مستقبل وتفخخ عقول أبناء اليمن وإرسالهم إلى محارق الموت. هذه المراكز التي يسموها مراكز صيفية، نجد أن هذه الحركة العنصرية المقيتة وقائدها وزعيمها، زعيم هذه العصابة، دائما في خطاباته يشدد على هذه المراكز، وهي في اعتقادي أنها البديل للتعليم العام. ميليشيات الحوثي تشدد على هذه المراكز لكي تجعلها البديل للتعليم العام، وتدمر التعليم من أجل إرسال الناس إلى هذه الأوكار. نحن في الحكومة الشرعية حقيقة يجب أن يكون لديها خطة، وهذه الخطة لمواجهة هذا الطلق من قبل هذه الميليشيات والتي تسعى إلى تدمير عقول اليمن وتفخيخهم. وبالأحرى نستطيع أن نقول أنها تصنع الإرهاب وتصنع هذه الأوكار، هي فقاسة لصنع الإرهاب والتطرف الطائفي. الحكومة الشرعية يجب أن تكون لديها خطة، والخطة هذه إما أن يكون لديها حملة توعية بأهمية مهمة جدا بتفضح ممارسة هذه العناصر أو هذه العصابة، وأيضا في المناطق الشرعية أقل حاجة في المناطق الشرعية أن يكون لديها توعية، تعمل عملية توعية بخطورة هذه الإجراءات، بخطورة ما تقوم به هذه الميليشيا الجرامية، وأيضا يجب عليها أن تسعى بكل قوتها إلى حسم المعركة والسيطرة على كافة ربوع اليمن وطرد هذه الميليشيا الحوثية الإجرامية، العصابة الإجرامية من كل بقاع اليمن. نعم. الحكومة الشرعية حتى الآن في اعتقادي لا تمتلك رؤية تجاه هذه الممارسات التي ستدمر مستقبل وحاضر ومستقبل اليمن، وستخرج جيل مشوه مليئة وممتلئ عقولهم بالإرهاب والتطرف والعنف. حقيقة كيف لا نستطيع أن نتخيل ما هو الجيل القادم أمام هذه الممارسات؟ هذا هو الخطر الذي كنا نشكو منذ زمن بعيد، ونحن نشكو من هذا الخطر الذي سوف يدمر عقول اليمن وأطفال اليمن ويدمر حاضرهم ومستقبلهم. نعم، ذكرت العديد من الخطوات التي ينبغي على الحكومة القيام بها لحماية هذا الجيل القادم من الانزلاق في الطائفية. إذن ما الذي يترتب على هذه الأفعال الإجرامية من قبل الميليشيا بنظر القانون الدولي؟ أليس ما تقوم به الميليشيا يعني تهديد للسلم المجتمعي ونشر لثقافة العنف؟ طبعا هذه ما تقوم به الميليشيا أو العصابة الإجرامية هي تكريس لثقافة الإرهاب والعنف، وهذا عمل محرم ومجرم في القانون الدولي والقانون المحلي أيضا القانون اليمني. لكن هذه العصابة لا تأبه لا بالقوانين اليمنية ولا بالقوانين الدولية ولا يهمها أيضا النسيج الاجتماعي اليمني. هنا الآن تصنع الشرق أو تدمر النسيج الاجتماعي اليمني وتدمر عقول الشباب وتدمر جيل المستقبل اليمن. كيف يعني كيف نستطيع أن نتخيل جيل بكامل يطلع بهذه العقلية؟ يعني المشرفين أو الذين يديرون هذه المراكز التي نسميها مصائد وأوكار الموت وإرسالهم إلى الجبهات، كيف لك أن تتخيل ما هي المخرجات إذا كان المشرف وإذا كان القائمين عليها هم مجرمين وهم صناع الموت؟ كيف لك يا أختي الكريمة هذه قناة موقوتة؟ إذا دكتور مصطفى، يعني ألا تتحمل الحكومة الشرعية الجزء الأكبر والأهم في تحمل يعني مسؤولياتها في إبقاء هذه المناطق تحت سيطرة الميليشيا والخضوع لمشاريعها المستمرة في المنطقة؟
نعم، لا يجب أن تعي الحكومة الشرعية أختي الكريمة، يجب أن تعي ويجب أن يعي المجتمع أيضا. هنا رسالة أيضا للآباء لأولياء الأمور، رسالة مهمة جدا نوجهها بأن يعني يتابع أولادهم ويمنعوا من إرسالهم إلى هذه المراكز، وفي الحقيقة هي أوكار لاصطيادهم وتغذية عقولهم بالإرهاب والتطرف والعنصرية والطائفية. ندعو أو نطالب الآباء بأن يحافظوا أولادهم ولا يرسلوهم إلى هذه الأوكار الطائفية. هناك الآن بعد في وعي مجتمعي في بعض المناطق رفضوا إرسال أولادهم، فلجأت هذه العصابة الإجرامية إلى القوة مع تستخدم القوة مع الآباء الذين منعوا من إرسال أولادهم إلى هذه الأوكار الطائفية. ابقى معي دكتور مصطفى، أعود لك ضيفي وكيل وزارة الإعلام أستاذ زايد. ذكر ضيفي يعني أن الآباء أو أولياء الأمور في مناطق سيطرة الميليشيا مجبرون على إرسال أولادهم وأطفالهم إلى هذه المراكز الصيفية بقوة السلاح وبحكم أنهم واقعون تحت سلطة الميليشيا. يعني كيف يمكن لليمنيين وللحكومة الشرعية ولليمنيين كافة الخروج من هذا المأزق إذا ما تم وصفه هكذا؟ يعني أنا أعتقد الدور الذي يمكن أن يقام الآن هو التقليل من ربما من خلال التوعية ما تقوم به وسائل الإعلام، تحذير الآباء، عدم الطلب منهم بعدم الرسل. لن مشكلة ما دام الحوثي لا زال يسيطر على هذه المناطق بالقوة، يعني ليس هناك حل قبل كسر هذه الجماعة عسكريا وعودة الدولة إلى هذه المناطق. نحن نتحدث عن معالجات تستدعي أو تستوجب يعني وجود دولة على الأرض تجرم هذه المراكز التي تفرخ الإرهاب والعنصرية وتقوم بإغلاقها وتقوم بعمل تعبوي وعمل يعني محو آثار هذه المرحلة التي يعني تم استقطاب الشباب فيها. بدون ذلك ليس لنا إلا أن نناشد الواقعين تحت سيطرة هذه الميليشيات أن يحفظوا أبنائهم قدر الإمكان وأن لا يدفعوهم. ربما ليس الجميع يعني يذهب بالقوة، هناك من ينخدع بمثل خطاب يعني هذه الحركة ويذهب، وهناك أيضا من يحاول أن يتجنب الدخول يعني أو يقع تحت طائلة العقاب الذي يمكن أن يناله من هذه العصابات ويذهب بأبنائه، وهم أيضا يأتون إلى المدارس يعني وخاصة في مرحلة الأطفال صغار السن لا يعرفون شيئا في ظل التجهيل المتعمد، وهناك محاضرات وهناك دورات صيفية وهناك يعني بأكثر من وسيلة، يعني لن يعدموا في ظل حالة الفقر وحالة العطالة وحالة يعني غياب التعليم الآن شبه مشلول في هذه المناطق بسين بلا نعم. يعني عوامل كثيرة تدفع يعني سيجدون من يجيشوا فيها. نعم. وصفت يعني الواقع في هذه المناطق، لكن أين هي الحكومة الشرعية مما يجري من هذه المعركة؟ يعني أنا كما قلنا الحكومة الشرعية يجب أن تستعيد الدولة أولا، دون ذلك نحن نطالب بمعالجات في الهواء. ما الذي بإمكانها أن تعمله لمنع الناس من أن يذهبوا في العاصمة صنعاء أو غيرها أو عمران أو غيرها من هذه المناطق ما لم يكن هناك عمل عسكري؟ على الأقل يعني إذا وسيرة التحرير تسارعت هنا المواطنين سيشعروا بالأمان، وربما يعني سيقفوا أمام هذه الميليشيات. الآن في ظل هذه القبضة الأمنية القوية وظل توقف عمليات يعني التحرير وإسقاط هذه الميليشيات، الناس يستسلمون للأمر الواقع للأسف الشديد. يبقى المتاح وهو يعني التوعية لهذه المناطق وإثارة القضايا أمام المنظمات العربية والدولية، لأن يعني العبث بالتعليم في أوقات الحروب مجرم دوليا، ودفع الشباب وإخراجهم يعني من المدارس والزج بهم بمثل هذا الخطاب الطائفي. نعم. يعني للتقليل قدر الإمكان، لكن لن يكون هناك حل جذري لمثل هذه المشكلة ما لم يتم إسقاط هذه العصابة وعودة الدولة أولا إلى كافة مناطق الجمهورية. نعم، ابقى معي سيد زايد. أرحب بضيفي من تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أهلا بك معنا أستاذ عبد الهادي.
هل تسمعني؟ الو، نعم استاذ عبد الهادي، هل تسمعني؟ ايوه. اذا اهلا بك معنا في حلقتنا لهذا اليوم. اسالك يعني كيف تقرا سعي الميليشيا في هذا الاتجاه الطائفي الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي؟ الو، إذا أعود إليك ضيفي الدكتور مصطفى عبد الرحيم إلى حين إصلاح الخلل في الهاتف. يعني هناك من يقول بأن الحكومة تتحمل مسؤولية في إبقاء هذه المناطق تحت سيطرة الميليشيا. نعم، الحكومة تتحمل جزء من المسؤولية. المسؤولية لا تتحملها فقط الحكومة فقط، أيضا نحن لنكون واقعيين أن هناك أيضا جزء من المسؤولية يتحملها المجتمع. المجتمع لا بد أن يكون على قدر من الوعي في عدم إرسال أولادهم إلى مثل هذه المحارق، في عدم إرسال أولادهم إلى مثل هذه الأوكار. هذه أوكار ومصائب في ظاهرها الرحمة ومن ظاهرها من قبله التطرف والإرهاب، فقاسة للموت، محارق للموت للمهلكة، هي تفخيخ للجيل القادم. يجب أن يعي الناس، يجب أن يفهموا، يجب أن يكون هناك وعي مجتمعي بوعي مجتمعي. نعم. لإدراك مثل هذه الأعمال، لإدراك أن هذه الأعمال ستدمر حياة أولادهم، ستدمر عقول أولادهم، ستدمر جيل في المستقبل، جيل سينشأ، هذا الجيل سينشأ مشوها وسيؤدي باليمن إلى التهلكة. يجب أختي الكريمة أن يكون في وعي مجتمعي، وأيضا الحكومة أن تعمل كما قال الأستاذ زايد جابر، قال هناك وإن كان في متاح لديها يجب أن تعمله ويجب أن تقوم به. هذا المتاح يجب أن تتبنى حملات على وسائل الإعلام الرسمية وغيرها والمستقلة تجرم مثل هذه الأعمال. يجب أن تصدر الحكومة والجهات المعنية قرارا يجرم هذه الأوكار والالتحاق ويوعي الناس بعدم الالتحاق بها وخطورتها على السلم الاجتماعي وعلى النسيج اليمني وعلى المستقبل اليمن. أختي الكريمة، أيضا هناك أيضا لرجال الإعلام الصحافة يجب أن تكون هناك أيضا مسؤولية مجتمعية واقعة على عاتقهم بتوعية الناس بأن هذه المراكز وهذه الأوكار سوف تدمر حاضر ومستقبل اليمن، وأن أولادنا في خطر. ناقوس الخطر يجب أن يدق ويجب أن تعرف كل شرائح المجتمع بخطورة هذه الإجراء، هذه الإجراءات وهذه الممارسات. زعيم هذه العصابة الإجرامية في كل خطاباته دائما يتكلم ويشدد على أولياء الأمور على أن يرسلوا أولادهم إلى مثل هذه الأوكار، وفي إهمال متعمد، وهم يعتبروها حقيقة، يعتبروا أن هذه المراكز وأن هذه الأوكار وأن هذه المحارق هي البديل التي يريد أن يقيموها ويظهروها وينشروها في ربوع اليمن على أنقاض التعليم العام. نعم. والتعليم الرسمي. وضحت الصورة الدكتور مصطفى عبد الرحيم مستشار وزارة التربية والتعليم. أعود إليك ضيفي زايد، يعني برأيك لماذا الشرعية فقدت أدواتها في هذه المعركة رغم خطورتها؟ للأسف الشديد يعني هذه الفكرة لم تحظى باهتمام منذ أن بدأت الحركة الحوثية، حتى ليس من الآن فقط. يعني هذه الحركة قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه من هذا الإجرام بدأت بمثل هذه المحاضن الفكرية والتربوية والمراكز بقيمة المراكز الصيفية، وكان ذلك تحت حجة يعني حرية الفكر وحرية المذهب وما إلى ذلك. هذه يعني طبعا لا ينبغي أن تدرج ضمن حرية الرأي والفكر، لأنها محاضن إرهابية مثلها مثل القاعدة وداعش. يعني هذه المراكز التي بدأت، أنا أقول ليس من اليوم وإنما منذ الثمانينات وتصاعدت منذ التسعينات أمام سمع وبصر الدولة، وكان لا يزال معنا أيًا كانت ضعف الدولة لكن كانت لا تزال موجودة، وكان يتم التلاعب بمثل هذا الملف الخطير، وكانت تخرج كل يوم أعداد هم اليوم الوقود إلى يعني الحركة الحوثية. وطبعا ماذا يصر عن هذه يجب أن تستمر ويدفع الناس لها؟ لأنه المنبع الذي سيقوم ليقدم هذه الحركة هم هؤلاء الذين سيتخرجون من هذه المحاضن التعبوية التي تدفع الناس إلى المحارب
وخاصة أنهم يستهدفون صغار السن وشباب في مقتبل العمر ليس لديهم من الثقافة الكافية ومن العلم الذي ممكن أن يعني أن لا يتقبلوا مثل هذه الأطروحات. يعني هذا يمشي على قدم وساق أمام العمل العسكري، وكلما ضعفت يعني جبهة العسكرية كلما جاءت هذه المحاضن لتغذيهم بأعداد جديدة. وللأسف يعني إذا لم يكن هناك خطة كل يعني لتجفيف منابع هذه الأفكار العنصرية والإرهابية ومعالجات طويلة المدى، يعني تبدا من المناطق المحررة الآن وبالمتاح بالمناطق التي لا زالت تحت سيطرة هذه الجماعات، فيعني ستظل يعني كل يوم تستقطب أعداد جديدة وسنجد صعوبة أكبر مما هو واقع اليوم مستقبلا في مواجهة هذه الجماعات. نعم، ابقى معي سيد زايد. أعود إلى ضيفي من تعز المحلل السياسي عبد العزيز أو عبد الهادي العزعزي. كيف يعني تقرأ سعي الميليشيا في هذا الاتجاه الطائفي الخطير الذي يهدد السلم الاجتماعي والأمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن هذا الموضوع ليس جديدا، هذا الموضوع بدأ منذ 2011 و12 وإلى اليوم. بدأ في محافظة صعدة، من تلك الفترة بدأت الميليشيات بتحويل المدارس إلى سجون ومراكز تجميع، سيطرت على التعليم بإنشاء نظام موازن للتعليم في محافظة صعدة ثم بقية المحافظات. الجماعات الميليشياوية تركز على الأطفال بدرجة أساسية من سن ما قبل 20، وهي الفئة التي تبحث عن نموذج أو عن جانب يشكل لها قدوة أو تحدي، وهي تبحث عن مشروع للإجماع. لذلك تصبح هذه الفئة عادة للميليشيات. ركزت الميليشيات على التعليم بشكل عام. الميليشيات عملت بشكل متعمد على إيقاف رواتب المعلمين من أجل الاستفراد في هذه المسألة. الحوثيين تغلغلوا منذ البداية، منذ نهاية القرن العشرين، يعني منذ عام 2000 تماما، ومن قبلها بسنوات بدأت تظهر حركتهم عبر المدارس التي ألحقوها ببعض المدارس وببعض المساجد. ما حركة بعض حركة المكبرين، أي أنها تعتمد بدرجة أساسية على تغذية نفسها بالمقاتلين من طلاب المدارس تحديدا، وتستغل المعلمون. ولكن سيد عبد الهادي، يعني ألا يمكن أن يقود هذا الاتجاه نحو نموذج لحرب طائفية آلت إليه العراق بعد الغزو الأمريكي؟ المسألة واضحة أيضا. هذه الجماعة ربما هي أكثر تشابها مع حركة ما كان يسمى بجيش الرب الأوغندي الذي كان يقود بوزكوي. هذه الجماعة نفسها تماما جماعة ترفع الموت عليها وتسمي نفسها أنصار الله، حتى من حيث التسمية والتركيب هي لا تختلف عن جماعة جيش الرب الأوغندي التي تكونت مع نهاية السبعينات والثمانينات وظلت في أوغندا إلى وقياداتها مطلوبة لمحكمة الجنايات الدولية. هذه الآن قد لغمت المسألة الطائفية داخل المدارس بشكل عام، إيقافها للتعليم وتبنيها لأشكال موازية من التعليم وسيطرتها على التعليم مسألة خطيرة، هي تؤدي إلى تجنيد للأطفال، أي أن العملية ذات بعدين. البعد الأول هو إيجاد جماعة قاعدية لها داخل المدارس، هذا البعد الأول. البعد الثاني تغطية عجز الجبهات بمجندين أطفال. والجانب الثالث الاستمرار والبقاء التعليم والسيطرة عليه يضمن البقاء والاستمرار مستقبلا، وبالتالي تلغي الحياة السياسية والحياة بشكل عام في اليمن وتحويلها إلى صراع ديني طائفي مشحون ضد الآخر. أمنية تتهم الأطراف الأخرى بأنهم دواعش وبأنهم إرهابيين وبأنها هي الجماعة النادية فقط، وهذا جزء من الشحن الطائفي. قنوات ومركزة في هذا الاتجاه، إعلامهم مركز في هذا وتعليمهم مركزا في هذا الاتجاه. مع الأسف الشديد نحن بلد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مع ذلك هذه الجهة المسمى مجلس الأمن والأمم المتحدة لا تحرك ساكنا، لا يعني هذا الأمر. سلمت اليونسكو رواتب المعلمين إلى هذه الجهة أو مكافآتهم، وهي من حوقفة أساس الرواتب.
من ورواتب البلد بشكل عام. نعم. من حقيقة أن تمدد أجندتها بهذا الشكل. هذه الجماعة تتوسع وتنمو معتمدة على بعدين، تربح الأهلية على البلد والمجاعة بنفس الوقت، يصل لها التجنيد. نعم. والاستنزاف وتحويل الناس إلى مجرد قطعان وتهيئة البلد بسرعة. أرجو أن تبقى معي أستاذ عبد الهادي، وأعود إلى ضيفي من اسطنبول زيد جابر بسؤال أخير. يعني ألا تعتقد أن مشروع الميليشيا هذا قائم على قناعتها بأن الحرب هذه مستمرة وستنتهي إلى تسوية سياسية، وبالتالي تكون قد كونت قاعدة قواعد أرضية لمشروعها الطائفي؟ يعني الجماعة تقوم أساسا مشروعها قائم على يعني على الحرب أو القتال أو ما يسمونه الجهاد من أجل استعادة الحق الإلهي. يعني هي مشروع جماعة عنف منذ أن نشأت، لهذا يعني هي حريصة على استمرار مثل هذا المذهب. لا ننسى أن هذه الجماعة قبل أن يأتي حسين الحوثي ويعسكر إن صح التعبير هذه الجماعة الشباب المؤمن، كانت قد بدأت بالفكر يعني، وكان لديها مراكز صيفية وكان لديها هؤلاء الشباب، دون أن تجد عندما جاء حسين الحوثي وقيل له أن عدد هؤلاء الطلاب قد أصبحوا في كل أنحاء الجمهورية ما يقارب 30,000، جن جنونه وقال يعني هذا العدد كانوا لا إما إذا أمتلك أحدهم 5,000 أو 10,000 أسقط اليمن. وبالتالي بدأت الفكرة أنه كيف نحول هؤلاء إلى حركة مسلحة يقاتلون ويجاهدون من أجل يعني إعادة الحكم الإلهي كما يزعمون، وبقيادة حسين الحوثي ثم عبد الملك. وبالتالي هو يعني يدرك أن مشروع قائم على العنف، وهو بحاجة إلى تغذية هذا المشروع الدموي، ولهذا حريص على مثل هذه المراكز إذا استطاع أن يخرج من كل مركز بربع مئات من الأفراد. يعني تخيل خلال هذه السنوات التي مضت كم أصبح لديه، هو الآن استخدم جيش إن كانت الدولة في القتال ربما لدوافع شتى، ليس كلهم يقاتلون بجانب عقائدي، لكن هؤلاء قد يتركونه في أي لحظة، وبالتالي هو حريص على أن يحولهم إلى قنابل عقائدية وأيديولوجية تستمر معه حتى النهاية. نعم، زايد جابر وكيل وزارة الثقافة كنت معي من اسطنبول، شكرا لك. أعود إلى ضيفي من تعز عبد الهادي العزعزي. إذن هل يمكن للحسم العسكري إنهاء وإبطال هذا المشروع الطائفي الذي تتعمد الميليشيا غرسه في المجتمع؟ أعتقد أن الحسم العسكري سوف يسقط هذا المشروع لكنه لن ينهيه. هناك فرق، لا أعتقد أن هذا المشروع يمكن أن يستجيب لأي من التفاوض أو لديه الرغبة والاستعداد للتحول إلى جماعة سياسية. هذا هراء وهذا كلام فارغ. هذه جماعة قائمة من حيث المنشأ، لكل جماعة قانونا يحكمها من حيث نوعية المنشأ الذي نشأت منه. هذه جماعة نشأت جماعة جهادية حربية، هي جماعة زيدية تقليدية في الأصل، تحولت أو تمارس السياسة بالعنف. السياسة عندها تعني العنف، السياسة تعني الحرب، هي لا تعرف غير هذه اللغة، وبالتالي لا يمكن مواجهتها سوى بنفس اللغة أولا لكثرها، ثم بحاجة إلى مشروع ثقافي كبير لإعادة تغيير البنية في هذه المناطق، لنشر مسألة التحليم بشكل جاد، لوجود دولة بهيكلية قادرة على حسم المسألة الوطنية، إنها هذه الازدواجية التي تعتقدها هذه الجماعة أن هنالك حقا إلهي وجماعة مصطفى وأن لها الحكم، وأن هنالك كما تسميهم قناديا وجنبي بلفظها أي ذوي الحق الإلهي. نعم. ومنهم والمواطنين المسكرين لخدمة يمية جزء من مجموعة أفكار ربما تتلاقى. نعم. مع النازية في بعض من أطروحتها حالة التفوق. إذن وضحت الصورة، أعتذر منك عن المقاطعة لضيق الوقت، كما أشكر ضيوفي من اسطنبول وكيل وزارة الثقافة زايد جابر كنت معي في هذه الحلقة، أيضا مستشار وزارة التربية والتعليم الدكتور مصطفى عبد الرحيم، ومن تعز المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أشكركم جزيلا، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، تحياتي وتحيات الطاقم في الكنترول، إلى اللقاء في حلقة جديدة. We'll be right back.